السلام عليكم بنات اخواتي واخواني، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكونوا ان شاء الله كاملكم في صحة جيدة. اليوم جيت نشارككم واحد الكيش كيجي لذيذ وصحي ومغذي، وكيبغوه صراحة الصغار والكبار. المكونات اللي غادي ندير في هذا الكيش، اول شيء هو العجينة. اول شيء هو خاصكم البنات تصايبوا هذه العجينة ديال الكيش. صراحة طريقة سهلة جدا جدا. المكونات ديال هاد العجينة البنات، غادي ديرو 250 غرام ديال الدقيق دقيق، وشوية ديال الملح وبيضة، 150 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، وماء يكون الماء العادي. غتخلطوا البنات الدقيق دقيق والزبدة مزيان، عاد غادي تزيدي عليهم الملح وبيضة. غادي تجمعوا البنات داك الخليط، وغادي تشوفوا على حساب، غادي تجمعوا وغادي تزيدوا شويه ديال الماء باش تجمعوا الخليط ديالكم. العجينه تكون عاديه، عجينه عاديه ما تكونش تكون متماسكه. البنات غادي تخلوا هذيك العجينه ديالكم ترتاح واحد ربع ساعه، عاد غادي تسرحوها في المول ديالكم اللي غادي يمشي الفرن. غتسرحوها هي الاولى، غادي تشوفوا الحساب ديال المول ديالكم، غادي ديروها في المول ديالكم بهذا الشكل، وغادي تثقبوا بالفرشات، غادي تثقبوا هذيك العجينه كلها بحال هكا بالفرشات بهذه الطريقه هذه، كلها غتكون مثقوبه بهذه الطريقه هذه. اذا هذا فيما يخص العجينه ديال الكيش. كتجي سهله صراحه، كديروها كتخلوها ترتاح، تعجنوها تخلوها ترتاح ربع ساعه وصافي. كتستعملوها ديروا بها نتوما اي حاجه بغيتوا، كما بغيتوا ديروا بها كيش. انا درت هنايا هذه الطريقه ديال هذه الطريقه اللي كندير بها هذا الكيش هذه. المكونات البنات اللي غادي ندير في هذا الكيش، عندي هنا اول مكون هو الخضر. عندي هنا خيزو، خيزو درت واحد الخيزو، جزره واحده محكوكه، وقرعه خضراء محكوكه، وشويه ديال لي زيبيناغ ديال اش كيقولوا ليهم لي زيبيناغ، نسيت على السميه ديالهم بالعربيه. الخبيزه، خبيزه هي الاولى. شحرت خيزو والقرعه في شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار، ملي تشحروا ليا زدت عليهم الخبيزه لي زيبيناغ. اذا البنات اول حاجه غادي ندير هي انني غادي ندير لي زيبيناغ ديالي هنا والخضر ديالي، غادي نسرحهم مزيان في الطبق ديالي. المهم غتسرحهم بالطريقه هذه. المكون اللي غنزيد عليهم البنات هو السمون، شرائح ديال السمون. ديروا نتوما ديروا الكميه اللي عندكم. انا هنا عندي ثلاثه ديال الشرائح كبار ديال السمون، سلمون سمو فيمي. عندي هنا الشرائح ديالي غنضيفهم على هذا الخليط. ضيفي الشرائح ديالك بالطريقه هذه، نضيف جميع الشرائح ديالي. صراحه البنات كتجي هاد الكيش لذيذه مغذية، فيها عناصر مغذية، الخضر فيها السلمون سمون. صافا البنات من بعد ما ضفت، من بعد ما ضفت السلمون، هنا عندي البنات هنا عندي جوج ديال البيضات، خلطتهم مع كأس صغير ديال القشدة الطرية. جوج بيضات مع القشدة الطرية ضربت بهم مزيان، هما اللي غادي نستعمل، غادي نخويهم على هاد الخليط، ونخويهم على السمو وعلى هاد الخضر بهاد الطريقة البنات. طريقة سهلة جدا جدا، كتحصلوا على غداء ولا عشاء خفيف ولذيذ. هنا البنات المكون اللي غادي نزيد هو الموتزاريلا. الموتزاريلا الا كانت عندكم ديروها، ما كانتش عندكم اكتفوا غير بالفرماج محكوكة البنات. ها
هذا اي فرماج، اي فرماج عندكم. هنا انا عندي موتزاريلا، غادي نضيف الموتزاريلا. صافي البنات غنضيف الموتزاريلا. صافي اخر حاجة غادي نضيف، عندي فرماج محكوك، غنضيف عليها الفرماج محكوك. صراحة البنات كتجي لذيذة بزاف بزاف البنات، وسهلة في التحضير، والدراري الصغار حتى هما كيبغوها. الا درتوها كعشاء ولا غدا خفيف راه صراحة جربوها ما غاديش ندموا عليها. دابا البنات انا سخنت الفران ديالي، غادي نديرها نشعل عليها من تحت هي الاولى حتى كطيب، عاد غادي نشعل عليها من الفوق باش تحمر. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. البنات ها هي الكيش ديالي يلا خرجتها من الفران. الوقت اللي دارت باش طيب تقريبا 15 دقيقه لان الفران كان سخون. صراحه البنات هاد الكيش هادي جد مشهيه وكتجي لذيذه بزاف. البنات جربوها، صايبوها للاولاد ديالكم، راه كيبغوها الكبار والصغار. صراحه راه مغذيه وفيها خضر وفيها البيض وفيها السلمون. صراحه كتجي واعره البنات، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الكيش هادي وتجربوها ان شاء الله، تبارطاجوها مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم حتى هما يجربوها الطريقه لصنع الكيش. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش ديروا جيم. والبنات اللي مازال ما داروا ابوني يتابوناو في لاشين ديالي باش ان شاء الله يوصل لهم كل جديد. البنات هكا ساليت الفيديو ديالي، خليتكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.